جد حبيبي حبيبي. أنا مش مصدق إني أنا هون. ولا أنا. شكرا سيف، شكرا لك. أنت جات الحمد لله. تسلم لي عيونك. تبعتك مرتبين، اختك كان هون. تذكر لما كنا نتهاوش، يلا حنا هون ولا هون؟ شو بتفكر؟ فكرك بتطير؟ العيدان مش مظبوطة والورق مخزوق، بس الديل انا بركب له اياه. اسمع، سوي له وحدة تانية جديدة احسن. لمين؟ العبود. وعدت له اعمل له طياره كبيره. للامانه هلا حاط بس متذكره يا سوي له طياره كبيره كتير كتير. طيب اسمع، امك شكلها عامله وليمه من الاخر. تعال فرحك، شامم ريحه الاكل من الصبح. ماشي. يا سلام، اكيد كل هذا الاكل مش اللي انا وجاد. واللي بعترفي مين عزم ولادي؟ ليش في عندي اغلى منكم يا ماما حبيبي؟ سيف السنين اللي راح انا ما كان قصدي ابعدك عني، بس أنا غلطت أكيد، بس كان كل همي إني بس كان بدي أحميك من أشياء كثيرة. أنتي أحن وأحلى أم بالدنيا، أنا بس بدي تضلي تدعي لي وترد علي وتسامحيني، أصلا أنا كنت مجنون. لا ما تقول هيك، الله يخلي لي إياكم يا ماما حبيبي. الله يرضى عليك وعلى أخوك حبيبي. أيوة أنا قلت عزمة حدا، أكيد عزمة الديرة كلها. حبيبي تيتا، أهلا أهلا أهلا. هو بيسألني عن الطيارة ومتى بدك تعمل له اياها. انت ما هو جد عمو. شو ريحة طبخاتك واصلة لعنا من الصبح؟ واصلة لعنا من الصبح، مش احلى ما ريحة طبخك؟ لا لو شاطر كان يجي ساعتك من الصبح. شو عمل؟ شو بعرفني انا؟ شاطر بالحكي بس. يا دوب تلحق على بيتها يا ماما. تحب الشاورما تيتا؟ ايه؟ بعدين انت دوق طبخاتي، بعدين بتيجي بتحكي وبتحكم وبتعلق علي. يا سلام يا سلام. ولسه اكلها على قدها؟ ماما اكيد هذا سيف مدام لسانه طويل. يا سيف يا عمي، يا سيف يا جاد، يا عمي يا سيف. شوفي الحق الحق، ابن عمك مهند جايب الشرطة ومحاوطين المعصر. اخبقني جاد جاد جاد.
ايش في؟ لقيناهم سيدي، تحفظ عليهم. وين لقيتهم؟ تميم تعاون معنا ودلنا على مكانهم، راح يشهد على فواز واللي معه، وانا عملت الاجراءات القانونيه لمداهمه المعصره. سيف، عشان نطلع من السين والجيم، المعصره باسمك، وبدي تجيني عشان اسكر المحضر. وبالنسبه لحصر الارث تعملوه امتى؟ ما أهلين أبو جابر، أنت جيت؟ بدي إياك أنا. أبو جابر، تميم طلب يشوفك وأنا عملت لك تصريح زيارة. الله يعمر بيتك، الله يخليك، الله يحفظك. شكراً. مالك؟ المعصرة فكرت؟ أو ضلينا متخبيين هذيك اليوم؟ بس أنت أصريت، أصريت نطير الطيارة بعز الشتاء. لو كنت عارف إنه راح أصير هيك كان ما طلعنا من البيت أصلا. صلحت لك إياها، تذكر؟ أبوي أعطاك هاي المسبحة وأعطاني هاي، على فكرة من يوميتها ما جلحتها. احكي لي عنه، اشتقت له وأنا كمان. مش وقت السيارة، وين أخوك؟ جاد وين سيف؟ وين أخوك؟ جاد وين سيف؟ خفت علي هيك لما ضعت؟ ما تعب قلبي وتذكرني بالأيام اللي راحت، الله يرضى عليك، قل لي وين سيف؟ ابنك بخير. طيب ليش ما إجا معك؟ وين تركته؟ وينه؟ شوفي يا ستي، هو حكالي إني ما أحكي لك وأوعده إني ما أحكي لك، وأنا وعدته إني ما أحكي لك شو هو حكالي، عشان هذا الحكي مش لازم إنه ينحكى. ما فهمت شي، شو شو قصدك؟ حكيت لك أوعد حلفين، حكيت لك أوعد حلفين.
سيف قاعد مع حبيبته بعمان بتغدوا سوا ومتركينك انت لحالك. مش وقت مزحك هلا. هو بيننا مزح انا وانت. هدى اذا بتغديني بحكي لك عن كل التفاصيل، بس غديني بحكي لك شو حكالي بالحرف. ما بستاهل منك كلمة ماما؟ هدى حال؟ أحلى ماما بالدنيا. الله يرضى عليك. تكرم عينك. اسمع. الموضوع بلاش. وبطلع. الله يصبرني ويعطيني العمر وأقدر أستناك. طمن يا حج طمن، أولاد عمي روحوا ما عليهم إشي، وطمن لنا كيف؟ أهلا وسهلا فيهم، إن شاء الله ما بتأخر. مع السلامة. سيدي وديته الحرز على المعمل الجنائي؟ نعم سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو يا ابن الدكتورة؟ توكل على الله مبروك؟ الله يهنيهم يا رب، توكلنا على الله. ألف مبروك، ألف مبروك. نعيمة الله يرحم عليك، بطلت تخافي من المي؟ أنا عمري ما خفت من المي جهد، عمري ما خفت منها، كنت بخاف عليك أنت. أنا بخير. الناس بتستناك اليوم، عرسك أمي ويارا صحيح أنت بتحب يارا؟ مرة سألتني نفس السؤال. أكيد حكيت لها إنك بتحبها. ولك الصراحة ما بعرف أنا بحب يارا ولا ما بتحبني. بجوز الحالة كلها أنا مش مصدقها، بس يعني أنا مش مصدق إنها هي بتحبني. مش مهم بتصدق، المهم تشوف الحقيقة. ما بدك تشوف البدلة؟
شكرا. شو مالك؟ رجعت اتذكر. احنا اتفقنا ننسى. مرات ما بتقدر تمنع الذكرى. صور. صور بدها تحكي لك حكاية. شو؟ بدك ترجعنا لورا؟ لا. بدي الحقيقة سيف. بدي اياها. لدرجة اني ما شفت شيء. وين اختفيت؟ ومين؟ عاقبت حالي جد. عاقبت حالي لدرجة انت مش ممكن تتصورها. عاقبت حالي لدرجة أكبر من الموت. أكبر. بعرف. بعرف إنك عاقبت حالك. أنا جاي أحكي لك بس إني تذكرت كل شيء. وجاي أحكي لك إني مسامحك. رح أضل أرد على أخوي الكبير حتى لو كان بده يطير طيارة بنص الشتاء. وجاي أحكي لك مبروك. مبروك يا عريس. I'm not afraid to die.